بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في ساحة التطور. النهاردة هنطرح مفهوم جديد قديم في نفس الوقت، وهو مفهوم التطوير الإلهي Theistic Evolution أو التطور الموجه Directed Evolution. ما هذا المفهوم؟ نرجع تاني لنظرية داروين، وبنقول إن الداروينية عبارة عن أن هناك سلف مشترك تطورت عنه جميع الكائنات وهو الخلية الحية حتى الوصول للإنسان. جزئية تانية أن هذا التطور كان عشوائي، وقلنا في اللقاءات السابقة أن العلم أثبت استحالة أن تكون العشوائية هي قاطرة التطور، وأنه إذا كان التطور حقيقة بالفعل فلا بد أن يكون وراءه سبب أول، إله حكيم قادر عليم خبير. من ثم ده مفهوم التطور الموجه أو التطوير الإلهي. إذا كان التطور حق يبقى يقوم به إله، يوجهه إله، يبقى تطوير إلهي. من أكثر الناس تحمسا لمفهوم التطوير الإلهي عالم البيولوجيا الجزيئية الأمريكي الكبير فرانسيس كولينز، اللي هو واحد من أشهر خمسة في تخصصه في العالم واللي كان رئيس مشروع الجينوم البشري. كولينز سنة 2006 طرح كتابه The Language of God، لغة الإله، التي يقول فيها لقد شاء الله عز وجل أن يطلعنا على اللغة التي خلق بها الحياة. وهو اللي كان مشرف على مشروع الجينوم وعرف دقائقه ودرسه بدقة شديدة جدا. دون قبول انحدار الكائنات المختلفة من أسلاف مشتركة يصبح كل ما توصلنا إليه من علم لا قيمة له. يعني علم البيولوجي قائم على مفهوم التطور. ده كلام كولينز. بيقول النقطة الثانية الخاصة بالعشوائية، لا بديل عن الإقرار بأن قوة حكيمة قادرة تقف وراء هذا التصميم المبهر. يبقى التطور لم يحدث عشوائيا ولكن حدث بتصميم مبهر. هذا التصميم المبهر من قال به؟ يقول كولينز، لقد تملكني الخشوع عندما اطلعت على التصميم المبهر للخالق العظيم الذي وضع بحكمته قوانين الطبيعة وضوابطها بحيث تسمح بنشأة المجرات والنجوم والكواكب وعناصر المادة والحياة نفسها بل والإنسان. يبقى وضع فرانسيس كولينز خطوط وحلقات حول مفهوم التطوير الإلهي، الخالق العظيم الذي صمم بإبهار. عشان كده ليه قول أنا بستشهد به كثيرا، بيقول إيه؟ من الذي يحجر على الإله في أن يستخدم آلية التطور في الخلق؟ من الذي يحجر على الإله في أن يستخدم آلية التطور في الخلق؟ ده أحد الأخطاء الكبيرة جدا التي يقع فيها كلا الملاحدة وكثير من المتدينين. الملاحدة يظنوا أن بما أن قوانين الطبيعة قد شكلت قامت بالدور يبقى لا داعي لإله. لا، بيقولهم كولينز دي آلية استخدمها السبب الأول في الخلق. والمتدينين بيقولوا نرفض التطور، لأن إذا كان في تطور يبقى ده يزيح الإله عن دوره في قضية الخلق. نقول لهم لا، الآلية شيء، التطور ده آلية له سبب أول يحركه. دي قضية بنقول في منتهى الأهمية، مقولة فرانسيس كولينز. من الذي يحجر على الإله في أن يستخدم آلية التطور في الخلق؟ التطور فقط آلية. هذا هو مفهوم التطوير الإلهي، وده اللي احنا بنتبنى. ان لو التطور كان حق وأدلة العلم الآن
في صف التطور أكثر من رفضه، فسيكون تطويرا إلهيا. هذا المفهوم مش جديد، احنا عندنا في الفكر الإسلامي منذ 1000 سنة قبل داروين، 1000 سنة قبل داروين اتكلم بالتطور. إخوان الصفا، ابن خلدون، ابن مسكويه، الجاحظ، مجموعة من العلماء اللي اتكلموا على ان النبات اعلى ما في النبات هو يقابله ادنى ما في الحيوان، واعلى ما في الحيوان غير الذكي يقابله ما اول ما في الحيوان الذكي، وهكذا. فقالوا هؤلاء بالتطور. حتى ان جون درابر ده فيلسوف ومفكر امريكي، توفي عام 1882، ليه كتاب اسمه History of Conflict Between Science and Religion، تاريخ الصراع بين العلم والدين. بيتكلم عن Muhammadian Theory of Evolution، نظرية التطور المحمدية. فهم درابر من هؤلاء الأسماء اللي أنا ذكرتها إن مفهوم التطور يمكن أن يفهم من القرآن الكريم. من 40 سنة دكتور مصطفى محمود رحمه الله، وموجودة تسجيلاته في اليوتيوب تحت عنوان غلطة داروين، دي حلقتين بعنوان غلطة داروين، بيكلم فيها عن يحل مشكلة التطور كله حرف واحد الياء، بدل ما نقول تطور تطوير. تطوير يبقى له فاعل قام به وهو الإله عز وجل. ده التصور المبدئي عن مفهوم التطوير الإلهي. بنيجي هنا بقى مشكلة مع الساحة العلمية. هل عندما نقول هناك تطوير إلهي العلم يسمح بهذا؟ لا، العلم لا يقبل طرح غيبيات ميتافيزيكس في الطرح العلمي، يقولك لا نقبل. طيب، عشان كده المتحمسين أو المقتنعين بمفهوم التطوير الإلهي ما بيطرحوش هذا الطرح على الساحة العلمية، بيطرحوا على الساحة العلمية مفهوم آخر اسم مفهوم التصميم الذكي، وهو يا ترى هل احتاجت منظومة الكون، نشأة الحياة، تطوير الكائنات، خلق الإنسان والعقل البشري، هل احتاجت هذه المنظومات إلى تصميم ذكي، ولا يمكن أن تنشأ عشوائيا؟ والتصميم الذكي والاحتياج لتصميم ذكي عليه أدلة علمية أو عليه مقاييس علمية. قلنا التعقيد المتفرد في لقاء سابق، التعقيد المتفرد نمرة 2، التعقيد غير القابل للاختزال نمرة 3، مصدر المكون المعرفي في الكائنات الحية. هذه الأدلة الثلاثة على أن هناك تصميم ذكي وراء الكائنات. من ثم إذا أردنا أن نطرح الطرح طرحا علميا، لأن العلم يرفض أن نقحم الميتافيزيكس في الموضوع، ما بنتكلمش إحنا في غيبيات ولا في المصمم الذكي، نتكلم في التصميم الذكي. الكلام على أن هذه المنظومات اللي ذكرناها، الحياة، الكون والحياة والإنسان، يحتاجوا إلى تصميم ذكي، ده كلام علمي صرف ومقدمين عليه المقاييس العلمية. المشكلة زي ما قلت في لقاء سابق أن النظرة إلى نظرية التطور تمت أدلجتها، أصبحت مفهوم أيديولوجي، أنا بنطلق من فكر مادي أرفض أي حاجة في هذا الموضوع. ويعني بتتجسد هذه المشكلة في مهزلة أنا رأيتها في تعريف ريتشارد دوكنز للحياة. دوكنز بيقول إيه؟ بيعرف علم البيولوجيا، بيقول إيه؟ هو العلم المختص بدراسة ما يميز الكائنات الحية من ظواهر تبدو كأنها مصممة بذكاء. يا الله، تاني التعريف، هو دراسة ما يميز الكائنات الحية من ظواهر تبدو كأنها مصممة بذكاء. يعني هو قايلها ايه في الانجليزي؟ looks as if it is designed. ليه مش looks designed؟ ليه مش تبدو مصممة بذكاء؟ تبدو كأنها، يعني الظواهر باين انها مصممة بذكاء، بس انا راسي وألف سيف انها لا مش مصممة بذكاء، ده هي باينة كده بس. عاملة زي اللي يجي يقول له ايه، تصور
أنا شفت حاجة بتجري بأربع رجلين ودنتين وديله بتهوهو. قال له ده يشبه الكلب. طب ما ده كلب، فهي مصممة لتبدو وكأنها قد صممت. هي صممت. لا شك أن أقوى الاتجاهات في العالم الغربي ميلا لمفهوم التصميم الذكي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. ديسكفري انستيتيوت، مؤسسة ديسكفري، فيها علماء كبار قوي، ستيفن ماير، مايكل بيهي، ودومبسكي وغيرهم. هي مؤسسة أصلها ديني، هم متدينين المسيحيين على إيمان عميق، وتبنوا هذا المفهوم، مفهوم التصميم الذكي، وتركوا طرح المصمم الذكي، تحدثوا فقط عن التصميم. وعشان يروجوا لمفهومهم رفعوا قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية علشان يطالبوا بتدريس مفهوم التصميم الذكي في البيولوجيا مع طرح التطور الدارويني. ده وده، نقول ان في مدرسة كده وفي مدرسة كده. رفعوا قضايا في أركانساس وأريزونا وبنسلفانيا الولايات الأمريكية، وللأسف خسروا هذه القضايا. ليه خسروا هذه القضايا؟ القضاة طبيعي في هذه المحاكم بيرجعوا لرأي العلماء، يا علماء ما تقولون في مفهوم التصميم الذكي؟ هل هو علم يمكن أن يدرس في المدارس والجامعات ولا ليس بعلم؟ هو دين ليس بعلم. فكانت إجابة طبعا الأوساط العلمية أن التصميم الذكي ليس بعلم، عشان حاطين في بالهم، لأنه يؤدي إلى القول بمصمم ذكي، يبقى دخلنا في ميتافيزيكس وهذا العلم لا يقبله. وأنا جمعت حيثيات الأحكام من هذه الولايات اللي خلت المحكمة تقول لا ما هوش علم، وقارنت حيثيات الأحكام رأيهم في العلم ورأيهم في منظور التصميم الذكي عشان نشوف يا ترى أحكامهم دي مظبوطة ولا لا. قالوا إن من سمات العلم والقضايا العلمية الظواهر العلمية خاضعة للملاحظة، التصميم الذكي غير خاضع للملاحظة. احنا بنخطأ هذه المقارنة ونقول النظرية النسبية غير خاضعة للملاحظة، دي عملية عقلية. الثقوب السوداء غير خاضعة للملاحظة. يبقى كلامكم ان العلم لابد ان يكون خاضع للملاحظة غلط. السمة الثانية اللي طرحتها المحاكم لرفض اعتبار مفهوم التصميم الذكي مفهوما علميا، ان القضايا العلمية متكررة، وان من سمات العلم انه يتعامل مع الظواهر المتكررة، بينما عملية التصميم دي حصلت مرة واحدة، ما شفناش حد يعني كرر عملية التصميم. ده بنرد عليهم نقول لهم لا، العلم مش بالضرورة يتعامل مع الظواهر المتكررة. لو الانفجار الكوني الأعظم البيج بانج هل تكرر؟ دي ظاهرة حصلت مرة واحدة ولم تتكرر. نشأة الحياة في المرة الأولى هل تكررت؟ لم تتكرر. يبقى برضو هذا الطرح خطأ، مش ضروري تبقى ظاهرة متكررة عشان تبقى ظاهرة علمية. المفهوم الثالث اللي طرحته المحاكم أن القضايا العلمية لابد أن تكون خاضعة للاختبار، خاضعة للاختبار، بينما التصميم الذكي غير خاضع للاختبار. دول بنقول لهم لا، هل التطور اللي من أجله قامت الدنيا، مفهوم التطور هل خاضع للاختبار؟ التطور غير خاضع للاختبار. ومن ثم التصميم الذكي أيضا غير خاضع للاختبار زيه زي التطور. المفهوم الرابع أو الحجة الرابعة اللي على ضوءها رفضت المحاكم اعتبار التصميم الذكي علم، أن العلم يدرس الطبيعة بينما التصميم الذكي يدرس ما وراء الطبيعة، غيبيات. بنقول لهم لا، احنا بنقولش في إله ولا مفيش إله، لا ندرس هذا خالص في التصميم الذكي. التصميم الذكي يدرس الطبيعة، يقول أن هذه الظواهر الطبيعية فيها ذكاء، والذكاء مفهوم علمي مش مفهوم غير علمي، فالاتنين بيدرسوا الطبيعة. بناء على هذا قناعاتي أنا لما رجعت الأحكام وجدت فيها تعسف شديد لرفض أن يكون هناك قول
بتصميم ذكي وراء ظاهرة الحياة، بل ظاهرة الكون ثم الحياة ثم التطور ثم الإنسان. يجي هنا السؤال الأخير وليس بالأخير، في مفهوم التطوير الإلهي، ما هي الآلية التي يحدث بها الله عز وجل التطوير من كائن لكائن؟ هنا في مدرستين، مدرسة بتقول أن الإله يتدخل تدخلا مباشرا في وقت معين ليحدث تغيير في جينات بهيئة معينة لينقل الكائن من كائن إلى آخر، يبقى ده التطوير من خلال التدخل المباشر ولكنه تطوير. المدرسة الثانية ترى ما عبر عنه فرانسيس كولينز لما قرينا وقلنا أن الإله قد وضع بحكمته قوانين الطبيعة وضوابطها بحيث تسمح بنشأة المجرات والنجوم والكواكب وعناصر المادة والحياة نفسها بل والإنسان. يبقى من خلال الآليات، من الذي يحجر على الإله في أن يستخدم آلية التطوير في الخلق؟ هذا هو الطرح الثاني الذي يراه فرانسيس كولينز، سواء كان هناك تدخلا إلهيا مباشرا أو كان وضع من البداية القوانين التي ستسمح بهذا الأمر، وضع الجينات والشفرة الوراثية في البكتيريا بحيث تسمح بهذا التنوع، فالله عز وجل هو الخالق في الحالين. وأكرر مقولة فرانسيس كولينز، من الذي يحجر على الإله في أن يستخدم آلية التطور في الخلق؟ والله تعالى أعلى وأعلم.